دائرة المعركة، توسيع دائرة الصراع، هذا ما تبتغيه إيران تحديدا. أداتها الحوثي تحاول أن تمرر ما تطرحه الاستشارية العسكرية الإيرانية بأنه عند الضربات الموقعة خاصة كما حصل في شبوة وحريب أن تلقى إلى خيارات ترى لكي توسع دائرة الصراع. وسعت دائرة الصراع في البحر، زرعت المزيد من الألغام، تعدت على مجموعة من السفن، ثم رأت أن ذلك غير مجدي وأن ذلك يعني أصبح محاط برقابة بحرية أكثر، فذهبت تستخدم أقصى ما لديها من السلاح وهي المسيرات والصواريخ البالستية. هذه هي الإرادة الإيرانية. الإرادة الإيرانية أيضا هي الآن في فيينا وتريد أن تقول أن لديها أوراقا ليست فقط في إيران، خارج إيران، يمكن أن تضغط بها على المجتمع الذي يحاورها بأن تنال بعض المكاسب. هذه هي الإرادة. زائد الإرادة الكبرى هي أن تسيطر بالفعل وأن يكون مشروعها ينمو كما حصل، أن استطاعت أن ينمو هذا المشروع في العراق ولبنان، تريد أن تجعله أمرا واقعا في منطقة الخليج، وهي في مرحلة كر وفر. لكن في السنتين الماضيتين بالفعل كان هناك تمدد حقيقي وترسانة من السلاح تصل إلى اليمن، هناك كان قناعة بأن المشروع الإيراني كأنه شبه نجح في منطقة شمال الشمال، لكن الشهرين الأخيرين أثبتوا أن هذا المشروع ممكن أن ينحسر، وأن هذه الإرادة، ردا على سؤالك ما الذي تريد، يمكن هذه الإرادة الإيرانية وهذه الإرادة الحوثية أن تنتهي. لكن هذا الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت، يحتاج إلى غزل الخطى بالخطأ، الحنقرة بالحنقرة، ربط المصير بالمصير، توسيع دوائر التحالف العربي كما حصل في الجامعة العربية، أن ينطلق البيان العربي من بيان لفظي إلى خطوات عملية. الدول العربية التي قادرة أن تشارك ينبغي أن توسع دائرة المشاركة، لأن هذه معركة أمن قومي عربي وأمن للشرق الأوسط، وليست معركة خليجية أو يمنية بحتة.